النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابن عساكر وصححه الألباني في السلسلة، قال إن التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان. الحديث إذا فهمناه كلنا يا أخواننا ما بظل بظل، اتأنى اتأنى في ايش؟ صفحة فلان الأسري السلفي الشنو ما بعرفه. السلفية يجوز الانتساب لها والتسمي بها، لكن ليس مجرد التسمية أو الصفة معناته تدل على إنه صاحب شنو؟ سلفي. انتبهوا لهذه المسائل جيدا. شيخ يظهر ينبس بالأخوان المسلمين مثال صباح ومساء، أو سلفي، وما علم أن من صميم منهج الإخوان المسلمين إذا اقتضت المصلحة، مصلحة الجماعة ما مصلحة الإسلام، أن ينبس ويتكلم في الإخوان المسلمين يتكلم الإخواني في الإخوان المسلمين. وما الرضوان منكم ببعيد وغيره، وحيصار لكم لسه. لكن لو عملنا بالقاعدة التي وضعها السلف كمحمد بن سيرين وغيره، إن هذا العلم أو الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسألكم بالله، فيكم تجار صح؟ وطلاب وموظفين والى اخره. التاجر ده عنده راس مال مليارات مثلا، او بسيط اخونا بدر الدين مثلا تاجر مثلا، او غيره او غيره او غيره. دكانك ده بتمسكه لزول انت ما عارفه، ما عارف سيرته، امين ما امين، حرامي او كويس، كعب غشاش، بياكل بياكلك ما بياكلك، بتمسكه يا جماعه؟ تمسكه؟ ما بتمسكه. فكيف دينك ده تمسك لكل من هب ودب؟ شيخ ظهر صفحة ظهرت في فيسبوك، اسمه شنو، مجموعة في واتساب غيره، اتق الله. ومن أعظم أضرار الأشياء دي، هي فيها نفع لكن يا ريت لو استغلينا نفعها، من أعظم الأضرار، من أضرار برضو لأنه زي ما فيها نفع فيها أضرار، ضيع الوقت. وضياع الوقت هو ضياع العمر، بس باختصار كده ضياع الوقت هو ضياع شنو يا جماعة؟ العمر. فالبضيع وقته معناته ضيع شنو؟ عمره. الامتحانات في الجامعة إذا سقطت في ملحق، إذا سقطت في بدائل، إذا سقطت خلاص فوت، أو تربت ما مش كده؟ تربت. لكن العمر ده ما عنده بديل تاني يا جماعة، ولا عنده ملحق تاني. عشان كده أي دقيقة عندك المفروض أن تستغلها، إما عالم تتعلم يعني، إما متعلم، وإما عالم تعلم الناس، وإما تفعل الخير، وربنا يقول وافعلوا الخير.